اسبوعين للاربع كنت بسافر معايا، كان اللي بيحصل ان انا ببقى موجوده مش حد تركي تاني معايا، تقول لي دراما الشركه بتعمل ايه؟ قالت لي انت مسؤوله على الاربع اوتوبيسات، المرشدين كلهم هيشتغلوا ان شاء الله معاك. اوكي ننزل، ايه اللي بيحصل؟ المرشد التركي لان ما فيش عدد زي ما بتقولوا في مشكله، اللي بينقلوني من باص لباص فتره الطول، ربنا وقتي ماشيين مع بعض فتره الطول ان انا بمشي من باص لباص ما كانش في اي مشكله. انما دلوقتي ان يحصل ان التور ليدر جاي وانا قاعده في البيت وما فيش اوريدي اصلا شغل وهو اللي واقف وبيشتغل، وتور ليدر قدامي، تور ليدر ايه المحترفين يعني هم بيجوا مصر من سنين طويله، يعني اللي جه في الصوره ده انا عارفه ما اعرفش شخصيته، فدي دي كارثه. ساعه 25 يناير ما فيش اصلا دخل، المرشد السياحي اصلا مش بيشتغل مع شركه معينه، هو فريلانس، دي وظيفه حره، يعني هو بيستنى الشغل يجي له من الشركه المصريه اللي بتعتمد على الاجنبي اللي جاي من بره، يعني ربما تكون شركه السياحه نفسها الشغل بتاعها مستمر اكتر من المرشد، يعني المنظومه بتاع السياحه اللي فيها 5 مليون واحد بيشتغلوا كلهم، اكتر واحد انضرر من ساعه احداث 25 يناير حتى الان اللي هو المرشد السياحي اللي ما عندوش مرتب ثابت، ما عندوش تامين صحي، ما عندوش تامين على الحياه، ما عندوش تامين اجتماعي، هو بيدفع تاميناته بنفسه. التحديات اللي بتواجه المرشدين السياحيين ومقابل العمل المرشدين السياحيين هو توقف العمل السياحي، المرشد السياحي بيعمل فريلانس او مرشد للاجر اليومي، والاجر اليومي بيتوقف بتوقف السياحه، ونظرا لتوقف السياحه توقف العمل السياحي لفتره 4 سنوات زي ما احنا عارفين من كثر من الاحداث اللي مرت في مصر، ده للاسف ادى توقف الدخل للمرشد السياحي تماما. كمان المرشد السياحي رغم توقف دخله بيواجه صعوبات كبيره جدا لانه القانون لا يسمح له بالعمل في مهنه اخرى غير مهنه الارشاد السياحي. فمن هنا هو ما عندوش دخل وفي نفس الوقت ما بيعرفش يشتغل في مهنه ثانيه غير مهنه الارشاد السياحي. في حاله ايجابيه قويه جدا من كل المرشدين، كله حريص على انه يتكاتف مع المجلس الجديد والنقيب الجديد، كله حريص على انه يبني نقابه مؤسسه، كله حريص على ان احنا فعلا نبني جزء قوي جدا في السياحه المصريه ونكون داعم للسياحه المصريه. الاول باختصار عشان ما اطولش عليكي، المرشدين سعداء جدا بالمجلس اللي جابوه والنقيب اللي جابوه، و2024 بشكل جيد جدا ان شاء الله، في المرحله الجايه هتسمعوا نتائج ايجابيه عن نقابه المرشدين السياحيين وعن تفعيل دورها المجتمعي والاقتصادي والسياحي في مصر بشكل جيد.